بإذن حضرتك معايا على الهاتف الدكتور ديار عشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. وطبعا ده محور من محاور مكافحة الإرهاب، كيف نواجه ذلك، إزاي بنتعامل مع النقل المعلومة، كيف تصدر هذه المعلومة إلى العالم الخارجي، فكله عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات. والدكتور ديار عشوان طبعا رجل ضالع في هذا وباحث كبير في شأن الحركات الإسلامية والإسلام السياسي وحركات الإرهاب وما أشبه. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بيك أستاذ عمرو، وأهلا بيك الكريم وشريكك الكرام. ربنا يخليك. إحنا يعني خارجيا ماذا رصدتم في رصد الهيئة العامة للاستعلامات في تغطية هذا الحادث، وماذا صدرتم لهذا الإعلام الخارجي في نفس الوقت؟ الحقيقة أستاذ عمرو، يعني حضرتك تعلم جيدا وأنت إعلامي كبير انه المناقشه الرئيسيه لهذا الاعلام الحصول على المعلومه تكون في التوقيت المناسب. نعم. وبالتالي يمكن كان في احداث سابقه وفي دعائم ارهابيه سابقه، عدم توفير المعلومه في الوقت المناسب ده الحقيقه هذه المره لم يتم، على العكس تماما. المعلومات تم اعلانها من جانب جهات الدوله المختلفه. 30 ما حدث في حادث الواحات. ها؟ بالضبط، يعني لم يكن امر كما حدث في حادث الواحات. النقطة هذه المسألة، وهنا ارتباطاً بحادث الواحات، وده أمر لازم يعني نلمسه في التغطية الدولية لهذا الحادث. التغطية الدولية أستاذ عمرو هذه المرة أكدت في كل اللغات وبكل مصادر الإعلام اللي احنا تابعناها وهي كثيرة بالعشرات في الهيئة، التزام جميع وسائل الإعلام الخارجية بما أسمته ستيت ميديا، وسائل الإعلام الرسمي. نعم. لم تأخذ اي وسيله اعلاميه غربيه رقما واحدا خارج ما اعلنته السلطات الرسميه. بس كمان تطور الاعلام كان ممتاز يا دكتور ضياء، يعني ابتدت من الاعداد وتتصاعد كل ما يتم حصر كان بيحصل، وهو ده المطلوب زي ما حضرتك قلت قبل كده انه لازم تخرج على مراحل وليس انتظارا للحصر النهائي فيكون كل واحد اجتهد في رقم. وده الحقيقه اللي تم هذه المره، وانا لابد ان الفت بالنظر ان ده نتيجه مباشره لما تم في تعامل الهيئه مع بي بي سي ورويترز في حادث الواحات. نعم. لانه المؤسستين الكبيرتين يعني الاثنين قاموا بتصحيح معلوماتهم بعد ما الهيئه تعاملت مهنيا مع الامر. هذه المره الجميع تعامل مع الوسائل الرسميه. حتى الاجتهادات، وانت عارف انه كان في بعض الاجتهادات والارقام قيلت على لسان بعض وسائل الاعلام الخاصه وبعض المتصلين في داخل مصر، هذه الارقام لم تنقل في وسائل الاعلام الدوليه على الاطلاق. وسائل الاعلام الدوليه اعتمدت على المعلومات الرسميه، وده تطور في الحقيقه ايجابي لابد ان احنا نشكره زي ما وجهنا ليهم يعني رساله لوم بعد ما حدث في حادث الواحات. بالضبط، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، باليقين وانت راجل متابع بدقه كبيره جدا لوسائل الاعلام الدوليه وخاصه باللغه الانجليزيه، لا تزال هناك اشكاليه تتعلق بالمصطلحات. نعم. هذه المصطلحات انت تعلم ان هناك كثير من المؤسسات الغربيه ومنها البي بي سي مثلا لديها تقاليد ولديها بعض القواعد فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمه لوصف العمليات الارهابيه. هيقولوا المسلحون مش هيقولوا الارهابيون. المسلحون. نحن فتحنا معاهم هذا الموضوع اكثر من مره، وانا بس بقول للراي العام المصري ان هذا الامر لن يتغير في يوم وليله. نحن الان بصدد نقاش جاد ومهني ومبني على قواعد دوليه، وانا هقول لحضرتك بعض الاشياء اللي هنستخدمها في النقاش معاهم. احنا لا نريد ان نترك وصف ارهابي او غير ارهابي لتقدير محرر او تقدير سياسي او حكومه. نحن نريد من الان فصاعدا، وده هنقترحه على المراسلين الاجانب، ان نلتزم بالقوائم الامم المتحده للمنظمات الارهابيه. كويس. لن نلتزم لا بالقوائم الامريكيه ولا بالقوائم المصريه ولا بالقوائم الاوروبيه. المجتمع الدولي في لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة استقر على وجود منظمات محددة وصفها بالإرهابية. عندما تأتي يعني سيرة هذه المنظمات داخل مصر أو خارجها لابد من استخدام المصطلح الأممي مباشرة من ما يسمى بالقواعد اللي تضعها كل مؤسسة على حدة. هذا الأمر هنبدأ نتناقش مع المراسلين الأجانب، لأنه أنا برضو لازم ألفت النظر أنه حدث بعض التطور الطفيف في المصطلح. ازاي؟ لكنه غير كافي. بعض وسائل الاعلام الغربيه وصفت الحادث بانه ارهاب، لكنها ليست كثيره. نعم. لكن الان هذا الحوار سياخذ وقتا، وانا عايز انبه قالت والباقيين قالوا هجوم مسلح. هجوم مسلح بالضبط.
النقطة الثالثة جردوه من كل المعاني يعني، وهي مهمة جدا ودي تستلزم بقى تعاون كثيف مننا كلنا مجتمع ودولة. نحن وانا بعتقد ان اجتماعك الشهري معاهم يا دكتور هيسفر عن هذا بدون جدال اللي حصل. انا من وجهة نظري زي ما انا شايف طبعا المجهود اللي انت قمت بيه مع الدولة زي ما عملته مع المراسلين الاجانب اثمر عن خروج ارقام بالتتالي مع ارتفاع اعداد الشهداء، كانت الامور بتتعدل، وده كان في حد ذاته ضربة استباقية لاي اجتهادات قد تؤذي، لانه اصبح معلوم لدى الدولة انه الاعلام لا يصبر على الارقام في مثل هذه الاحداث. انا عايز اقول لك نقطة اخيرة ومهمة يا استاذ عمرو انت تعلمها جيدا، لكن انا منها وطرح رأي العام في مصر، هناك كثيرين من الزملاء حسني النية والراغبين بالفعل في خدمة البلد، لكن ربما لا يعلمون بدقة تفاصيل كيف تتكون الصورة الخارجية لمصر. الصورة الخارجية لمصر تبدأ كما تعلم حضرتك اكتر مني من المراسل داخل مصر او المراسل الاقليمي. الصورة الخارجية لمصر لو اخذنا صحيفة كبرى ايا كان اسمها، لو نشرت في السنة 100 موضوع بيبقى منهم على الأقل 90 موضوع آتين من القاهرة، والعشرة الباقيين مقسمين إلى افتتاحية بتكتبها إدارة الصحيفة أو موضوعات مقالات رأي منشورة في صفحاتها، وبالتالي 90% من هذه الصورة يأتي من مصر. تصحيح صورة مصر يبدأ من هنا، يبدأ من التعامل مع المراسلين الأجانب تعامل مهني. أنا بؤكد مرة تعامل مهني، أنا مبسوط من الكلمة جدا ومن الوصف لأنه بيراعي خصوصية المهنة كمان، وهم زملاء على فكرة في أصعب الأوقات، ونحن لا نتحدث عن أعداء ولا عن متهمين لا خالص، ولا عن نتحدث عن زملاء، نريد معهم إن إحنا نوصل إنه اللي يصدر من القاهرة وينشر وهو 90% من ينشر من الخارج ينشر في الخارج أن يكون دقيقا، لا نريد أن نؤثر على آرائهم، إحنا مش جهة تصحيح رأي حد، إحنا جهة تصحيح وإيصال المعلومة الدقيقة، وده اللي بنحاول نعمله معاهم. ولذلك زملائنا الكثيرين يتطوعون يقول لك صوره مصر في الخارج، صوره مصر في الخارج تبدا هنا. التعامل مع المراسلين الاجانب مش من جانب الهيئه. كل المسؤولين المصريين، انت رجل عشت في الخارج وعملت في اعلام باللغه الانجليزيه، انت تعلم اهميه المؤتمر الصحفي المنتظم او البريفنج اللي المفروض يعمله كل مسؤول في مكانه مع لو اتكلمنا كتير في ده. وده انا اقول لك احنا يعني بصدد الحقيقه كثير من مسؤولي الدوله الان مقتنعين بيه. التنفيذ ربما لن يتم فورا، لكن انا بؤكد لك لانه للتجهيز عشان كمان تعمل ميديا تريننج تجهز فيه المسؤولين لمواجهه هذا النوع من الاسئله، خاصه وانه اسئله الصحفيين المصريين غير اسئله الصحفيين الاجانب، استخدام المصطلحات ربما يزعج البعض، فلازم يبقوا عندهم ثبات انفعالي في مواجهه هذا. في كتير من التدريب لازم يتم على هذا الامر يعني. وهذا التدريب يا استاذ عمرو، انا هختم كلامي مع حضرتك عشان ما اطيلش واخد جزء من الحلقه، هذا الكلام السيد رئيس الجمهوريه بنفسه قام به في شرم الشيخ عندما تم اعداد لقاء السيد الرئيس مع 14 وسيله اعلاميه اجنبيه، منهم حضر منهم يعني ممثلين 18 شخص منها مع الاعلام المصري، جزء من الاعلام المصري ومنظمته رئاسه الجمهوريه، وكلفت الهيئه بالجزء الخاص بالاعلام الاجنبي سياده الرئيس، وحضر كل وكالات الانباء الرئيسيه صحيح الدنيا، ودي في حد ذاتها كانت تطور مهم. وسيادة الرئيس لا أوصى لا هو ولا مكتبه، لا لم يوصني أحد باستبعاد سؤال، ولم أناقش زميل واحد قبل اللقاء في أن يستبعد سؤالا، وأجاب السيد الرئيس بكل دقة وبكل يعني صراحة، ودي كانت مسألة مكان بس يعني لو المسؤولين عندهم رد فعل الرئيس ورحابة صدره في استقبال الأسئلة والرد عليها بإقناع هتبقى الدنيا محلولة وكويسة يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والله يا دكتور ضياء على هذا على هذه المداخلة وعلى هذا التعامل المهني الدقيق لتفاهم طبيعة عمل الإعلام الغربي، وبرجع تاني للي هو محمد رشاد، كنا بنتكلم على 4 محاور